أيها القائد، أيها القائد أكسا، توجد سحب قادمة من الشمال، علينا أن نسرع، هيا بنا نسرع قبل أن تدهمنا العاصفة، هيا. لتغادر المجموعة الآن حالا، هيا طيروا بانتظام. نعم أيها القائد. أنجريد، دعي الأولاد يبدأون بالطيران. حسنا، هيا بنا. حاضر. يوجد مطر أمامنا، سنغادر الآن حالا، أسرعوا تجهزوا للانطلاق. إلهي، يبدو أنه يستمتع. هيا سوف نذهب، هيا، لا يوجد وقت للغناء الآن، فهمتم؟ هيا. لا أستطيع أن أكل أكثر. اسكت اسكت يا ما هذا؟ مطار نيلز، إنها تمطر بغزارة. اسكت 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 هارات. مطار مطار، لقد تركونا. راب، لقد تركونا فعلا. اي مورتون، اكسا، جيستر، جنار، اين ذهبتهما؟ كف كف عن ذلك، لقد تركونا يا راد. ماذا سنفعل لنا يا ترى؟ نحن من الافضل ان نجد مأوى لنا من المطر، هيا بنا. تبا لك يا مارتون، سأسترد ثأري منك، تبا لك. أين نستطيع أن نحمي أنفسنا؟ هناك هناك. أظن أنني رأيتهم، أنا قادم. ولكن كيف كيف استطاعوا أن يتركونا؟ كيف كيف يا راب؟ ها راب، ها فين؟ أسمعت أحدا ينادي باسمي؟ من أنا؟ إذا أظن أن مورتون ذلك الخائن لن يأتي أبدا ليأخذنا بعد الآن. تلك الإوزة، كم أصبحت لا أحبهم. لديهم العديد من الأطفال الآن، ليس لديهم الوقت ليقلقوا علينا يا نيل. ولكن مورتون يجب أن يتذكرنا عندما يطير، عندما يلاحظ عدم وجود الحمل على ظهره. نيلز، ها؟ نيلز. نعم، إنني أسمع أحدهم يناديني. إنه صوت، أنا متأكد من ذلك. أنا بتاركي. أجل أعرفه، مر وقت طويل لم أرك فيه يا بتاركي. أنا أحب أن أتنقل في كافة أنحاء البلاد، ولكن تصور يا عزيزي أن أقابلك. قل لي، هل تركت الإواز يا صغيري؟ لا، لقد تركونا هم يا صديقي. لابد أنهم قد نسونا. حسنا حسنا، لا بأس، اصعدا على ظهري، أنا سأخذكما. سنقابلهما عما قريب، لو طرنا فوق الغيوم باتجاه الجنوب طبعا. هيا اصعدا. شكرا. شكرا لك يا بتاركي. تمسك جيدا. طيب أنت يا بتاركي. الشمس. لا أستطيع أن أراهم يا بتاركي حتى الآن. ربما ذهبوا باتجاه آخر. حسنا، لنجرب هذا الاتجاه. هيا بتاركي، هل أنت متأكد من أنك متجه نحو الجنوب؟ أنت متأكد؟ أنا لست متأكدا. نيل، إنني أشعر بالقلق الشديد. هذه الغيمة تصد طريقي، سأنزل للأسفل. إنه ضباب كثيف. لا بتاركي. الحمد لله نجونا. يا بتاركي، هل تعرف إلى أين تطير فعلا؟
أعرف مع وجود هذا الضباب الكثيف. هذا لا يفيد. أخ يا رادة. تذكرت. أنت تعرف الاتجاه الآن بتاركي؟ منزل السيدة بن مارين. نيلز. بتاركي لماذا تهبط هنا؟ نحن نريد أن نلحق بسير بأكسا وليس معك حق. أيضا أطلب منك خدمة. أنت تفهم لغتنا ولغة البشر صحيح؟ نعم. يوجد حيوانات ذو وضع سيء في القرية التالية، هل تستطيع أن تطلب من فينمارين الذهاب إلى القرية لتساعدهم؟ ولكن ماذا عن سيربي أكسا؟ لا تقلق، سأخذك إلى سيربي أكسا. أرجوك تصرف يا نيلز، تصرف أرجوك، هيا تصرف. بتاركي. تبا لقد تركنا هو أيضا. ماذا نفعل الآن يا رات؟ سيارات. إني جائع جدا يا نيل. هيا سيدة يا سيدة. ما هذا الصوت؟ ترى هل أضع أحدهم سبيلا؟ مرحبا. مرحبا. هذا غريب، أستطيع أن أفهم لغته. نحن لا نفهم كلام العجوز هذا. يبدو أنه من بني البشر. أنا أدعى نيل. وهذا رات. أنا اسمي رات. وأنت ما هو اسمك؟ السيدة العجوز تسميني سبوت، وهؤلاء هم القط فسكار، الغراب، والعنزبيلي. تستطيع أن تتحدث مع الحيوانات؟ إنها قصة طويلة. على أي حال أصبحت هكذا بسبب قزم شرير مؤذن. حقا؟ ولما لا؟ ممكن أن يحدث هذا، ولما لا؟ يا تحب أن تخبرني كل القصة؟ ما رأيك ببعض الطعام اللذيذ؟ نود ذلك. إنه ساخن جدا، حاذروا. شكرا. اهدأ تمهلا، يوجد المزيد منه. المزيد أرجوك. فهمت، إذن هذه هي قصتك. لو كنت أستطيع أن أتكلم معهم لاستطعت أن أعتني بهم بشكل أفضل. جميع سكان القرية قلقون لأنني أتحدث مع الحيوانات، إنهم لا يدركون كم هذا مهم. فعلا بدا لي بأنه غريب كلامك معهم. أستأذنكما، اذهبا للنوم. شكرا. ولكن ماذا عنك؟ ألم تأكلي أنت بدورك شيئا من الطعام؟ نحن العجائز لا نأكل كثيرا يا عزيزي، نحن نهتم بأشياء أخرى. تصبحون على خير، أحلاما سعيدة. إنها لا تأكل، فهي تحتفظ بكل الأكل لنا. مسكينة، أشعر بالقلق عليها. ترى ما الشيء الذي تريده بالفعل؟ هذا سهل، تريد من أهل القرية بأن يحبوها. هل يكرهونها؟ نعم يكرهونها، فكل أهل القرية يعتبرونها سيدة عجوزا غريبة الأطوار، لذلك تتحدث معنا لتعوض عن ذلك.
ولكنها تود أن تكسر الجليد، ومع هذا فهي دائما تجلس بانتظارهم دون ملل ولا كلل. لدي شعور غريب بأنني نسيت شيئا مهما. 1 2 3 4 هذا صحيح. أنا أذهب إلى القرية. نعم، يوجد كثير من الحيوانات بحاجتك. أنا سأتكلم معهم وأنت تهتمين بهم. أنت إنسانة طيبة. فكرة جيدة، ولكن يجب أن أتكلم مع السكان. لما لا؟ إن الحيوانات مهمون بالنسبة لهم، سيفرحون لو اعتنيت بهم. ألا تعتقدين ذلك يا سيدتي الفاضلة؟ هيا بنا لنذهب. ولكن أنا لم أرى أي إنسان منذ مدة، ولكن سأحاول. ولما لا؟ نعم سأذهب. حسنا، اعتنوا بالبيت أثناء غيابي. شكرا جزيلا. شكرا. كن حذرا، يقولون ان الثعالب عادت ثانية. لا بأس، الى اللقاء. هاي، ان رأيت الثعالب اهرب بسرعة. لا تخاف. الثعالب. السلام علي. أسرع، ستأكلها الثعالب بدلا مني. تركضون بسرعة هكذا، لابد أنكم جائعون جدا. إن توقف الحصان فسينتهي أمرنا إلى الأبد. لو لم أتوقف لإنقاذك لنجوت على الأقل أنا لوحدي. لما لا تتخلص من حملك هذا؟ تستطيع أن تساعده بالغد يا سيدي. لم أفكر بهذا من قبل. سأفعل. خذي هذا.
أبقي عليكم جميعا. لا ليس هكذا. حاول أن تصيب الثعالب وحاول أن ترمي هذه البراميل، إنها الطريقة الوحيدة للنجاة. ما هذا؟ أرى قزما. إنه صديقي، إنه قزم لطيف وظريف جدا. أنا مع عجوز غريبة الأطوار وحصان بطيء ومجموعة ثعالب متوحشة وشائعة، وها أنا أرمي براميلي على الثلج. إنه خائف. لا لست خائفا. هذا آخر برميل لدي، سينتهي أمرنا بالتأكيد. لدي فكرة، أتود أن تسمع؟ ما رأيك أن تدخل داخل البرميل وتلقي بنفسك من العربة، وبينما تلحق الثعالب بك سأتوجه أنا نحو القرية وأحضر المساعدة. فهمت، ولكن لا، لا أستطيع، لا أستطيع. هذه هي الطريقة الوحيدة. حسنا، لا بأس، سأفعل. ها أنا قادم إليكم، انتظروني. ايه البطل لماذا حضرت هذه السيدة على الزلاجة؟ ماذا حدث للتاجر؟ ما هذا التجمهر أمام الفندق؟ هاي يا سيدة، أنت ماذا حدث لصاحب هذه الزلاجة؟ لما لا تقولي أي شيء؟ قطعت شيئا تستطيع أن تخبريه لنا؟ إن حدث أي شيء لا، الويل لك. كف عن ذلك. كيف تجرؤون على إخافة امرأة كهذه؟ ما هذا؟ فزهم؟ ذلك الرجل بانتظار المساعدة على بعد كيلومتر واحد من هنا. لو لم تستعمل تلك العجوز عقلها لكانت الثعالب قد أكلته. أسرعوا وإلا تجمد. حسنا، سنذهب للمساعدة. هيا بنا، هيا جميعا، هيا. الآن أنا والعجوز لدينا عمل هنا، افتحوا الطريق لنا. شكرا يا نيل. ما بك؟ فهمت. شيء مغروز في قدمه سيدتي. لا بأس، تعال اهدأ. ما بك؟ البقرة قالت لي انه سيكون لديها المزيد من الحليب لو وضعت في الصبل، والدجاجة قالت ستعطي اكثر لو اكلت اكثر. يبدو ان الاهالي لديهم اعمالهم الخاصة ليقوموا بها، ليس لديهم وقت للحيوانات. ترى ماذا تفعل؟ ذلك القزم يتحدث مع الحيوانات، غريب أليس كذلك؟ والسيدة أيضا تتحدث مع الحيوانات. لابد أن ذلك القزم هو من نوعها. بالتأكيد. صدقوني أنا لست شريرة، وهو ليس قزما شريرا، لست سوى سيدة عجوز وحيدة. كاذبة، لم تخدعينا. لقد رأيتك وأنت تتحدثين مع الحيوانات. هذا ليس صحيحا، إنها تشعر بوحدة قاتلة وهي تحتاج لأحد لتتحدث معه، لهذا تحدثت مع الحيوانات. لو أن أحدكم تكلم معها لما التجأت للحيوانات. نحن نخيفهم أكثر وأكثر. لا بأس يا نيل. لا بأس يا نيل، كان علي أن أصارحهم وأتحدث معهم لكني لم أفعل. هذا الأوان. سيدتي لا تبكي، لا تبكي. أرجوك لا تبكي، أرجوك.
أتريدين أن تنظري إلى حصاني؟ إنه يتصرف بشكل غريب، أرجوك سيدتي. آه. قطة لا تلحق بالفئران ودجاجة لا تبيض البيض. نحن آسفون، لقد كنا لائمين معك. تعالي وزورينا كلما أتيت إلى القرية سيدتي. لا تنسي يا سيدتي أن تزورينا كلما أتيت القرية، نحن بحاجتك. نيميل، وجدت السرب يا نيل، لقد وجدت السرب، وجدت السرب، وجدته. صحيح. نعم. هذا الغراب. أتذكر هذا الغراب، كان جناحك مجروحا وقد مكثت عندي. نعم إنه صديقي، هو طلب منا أن نأتي عندك، وهو يعرفك ويحبك جدا. فهمت، شكرا. إلى اللقاء، إلى اللقاء قريبا. مع السلامة يا نيل، مع السلامة. انظر، أصيب بالرجح. امشي. منظر رجل العرب مضحك. انظر، لقد عادوا ليأخذوكما، لقد عادوا. مرحبا نيلز، انا اسف يا نيلز، اسف. لا لا، اريد مورتون، سنختار إيوزة اخرى وليس مورتون ابدا. معك حق يا نيلز.